تم حتى الآن استلام 3 مجمعات مدرسية على أن يشهد الأسبوع المقبل بحول الله استلام 6 مجمعات مدرسية أخرى. إلى جانب هذا تم استلام كذلك 3 متوسطات في منطقة أسردون بالميلية، منطقة مزغيطان ببلدية جيجل، وكذلك متوسطة تعويضية في منطقة الذكارة بالطاهر، على أن توضع مؤسسة متوسطة أخرى ببوتياس بلدية الميلية حيز الخدمة، كانت السنة الماضية حولت إلى ملحقة للابتدائي.